ام الدنيا مصر. مصر ام الدنيا والجزائر ابوها. شيها واحنا عيل اتنين. ده مخرج الاسانسيرات والسلم، يعني هما الاثنين بيطلعوا هنا، هنا السلم وهنا الاسانسير وهنا المسجد اللي شفناه من تحت. اول واحد انا جايبه في الصوره ده اسمه الجسر الضخم او البونجيو اللي جاب له على طول ده، انا لسه ما اعرفش اسمه بس هروح له دلوقتي واعرفه. وده اللي احنا طلعنا من عليه، والناس هنا لسه واقفه تحتها عاوزه تطلع في الاسانسير. وده منظر الوادي كده من الاعلى، تحس انك انت في مغاره علي بابا زي ما احنا بنقول في مصر. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. انا راجع عن الجمال فوق بس حدث ولا حرج. قسطنطينة المدينة اللي جميلة من فوق وجميلة من تحت. مرتفعات مع جسور ومنخفضات. قسطنطينة عروس الشرق الجزائري. ده وطبعا كده قسطنطينة بتقول ان هي مش مدينة الجسور بس، لا والسلالم والمرتفعات والمنخفضات وناطحات السحاب. تحط اي مبنى فوق قسطنطينة من فوق على طول يبقى ناطحات سحاب، مع ارتفاع الصخور الكلسيه اللي بتكون المدينه مع المباني دي تحس ان انت خلاص وصلت السحاب. في المنظر هنا من فوق قسطنطينة تتحدث عن نفسها. دي قبه المسجد اللي احنا طلعنا من عنده، وزيد كمل يعني لو عاوز تطلع سلالم تاني ممكن تطلع من هنا وتلاقي نفسك وصلت السحاب. السلم معرفش رقم كام معانا يعني، بس احنا طلعنا سلالم كتير النهارده. تحس انك انت في مدينه عتيقه باتم معنى الكلمه. ما شاء الله تبارك الله. قسطنطينة تتحدث عن نفسها. المكان هنا بيفكرني بدهاليز دلس، مقر عرود بربروس بابا عروج. نطق الحق. الله اكبر والعزة لله. نطق الحق. Ah
اسمه ايه السندوتش ده؟ هذا اومليت. اه هيطلع اسمه ايه في الاخر السندوتش؟ ساندويتش. ايوه ساندويتش ايه بقى؟ ساندويتش برياشي. برياشي بوري. بورياشي. بوري برياشي. بطاطس ده بطاطس فرماج بيض وجبنه وده فراخ. الزقازيق. الله يرضى عليك. ام الدنيا مصر. مصر ام الدنيا والجزائر ابوها. واحنا عيل الاثنين. اه قريب يجي معايا قريب يتنافوا فيها قريب يخدموا فيها قريب. ده عاوز يتاكل في ساعتها لو برد ده مش هيطلع له. عاوز يتاكل سخن كده. اوكي ماشي. وادي شاكتي يوم صوص عرب. شكرا تسلم ايدك. نزيد كفارمات من عندي. تسلم تسلم. شكرا. سلام. ده التلفريك قسنطينة المفروض اللي يركبه ده يوصل لحد هناك كده للاخر. ودي مستشفى عبد الحميد بن باريس. ودي نص قسنطينة للناحية التانية. مدينة مقسومة نصين بسبب الوادي ده وادي الرمال. وده النص اللي احنا عليه. وده الجسر اللي احنا رايحينه دلوقتي. ان شاء الله نبقى هناك. جسر سيدي بسيج. وهناك كده على مرمى البصر هتشوف دي. دي حاجة تخص قسنطينة أيام الرومان اسمها المونيمو. بس هي حاجة عتيقة يعني. ده الجسر.